رياضيا، تسود حالة من الارتباك وسط أندية كرة القدم بعد انتهاء عقود عدد من اللاعبين اليوم الخميس 31 من أكتوبر. وتأتي حالة الارتباك هذه بسبب تغيير موعد التسجيلات هذا الموسم إلى يناير المقبل بدلا عن نوفمبر كما كان الحال في السابق. وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم أعلن في تعميم له أن أي لاعب أو محترف ينتهي عقده في الفترة ما بين أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، أي قبل فترة التسجيلات القادمة في يناير، يجوز له اللعب مع نادي حتى ديسمبر المقبل، على أن يدفع له نادي أجراً ضعف المنصوص عليه في العقد. في الأثناء حذر خبير قانوني من مشاركة أي لاعب تنتهي فترته مع نادي في المباريات التنافسية، وأكد في الوقت ذاته أن أي ناد يتخذ خطوة كهذه سيدخل نفسه في ورطة يفقد من خلالها نتيجة المباراة. وقال الخبير القانوني إن أي لاعب انتهى عقده مع نادي لا يجوز له المشاركة قانونياً. قرر اتحاد كرة القدم إقامة معسكر إعدادي للمنتخب السوداني قبل مباراته المرتقبة في تصفيات أمم إفريقيا أمام ساتومي ضمن الجولة الأولى في 13 من الشهر القادم. ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب السوداني تحضيراته في 10 من الشهر القادم. وقرر اتحاد كرة القدم أن يغادر المنتخب السوداني إلى جنوب إفريقيا في 14 من ذات الشهر لمواجهة منتخب بلادها في 17 من الشهر ذاته. غيب الموت صباح اليوم الخميس حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني في العصر الذهبي محمد عبد الفتاح زغبير. ونعى نادي الهلال الراحل وقدم رئيس نادي أشرف الكاردينال تعازيه لعائلة زغبير والوسط الرياضي، وتم نقل جثمان الراحل إلى مدينة عطبرة. وسجل زغبير في كشوفات الأزرق في العام 1968 قادما من الشاطئ عطبرة، وكان أبرز نجوم جيل 1970 في الهلال، حيث قاد فريقه للتتويج بعديد من البطولات، كما كان من أبرز حراس المنتخب السوداني لكرة القدم. ختام هذه النشرة نذكر بالعناوين: مجلس السيادة الانتقالي يوجه بتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة لولاية كسلة لمواجهة الأوبئة. في تصريحات له عقب عودته من واشنطن، وزير المالية يكشف عن برنامج لإعفاء ديون السودان. البرلمان العربي يوافق بالإجماع على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. انتهت هذه الجولة من السودان هذا المساء. أشكر لكم حسن المتابعة، ودائما للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.